السلام عليكم ورحمة الله، عاملين أصحابي معانا فيديو جديد وتحدي جديد. أنا وأحمد عيسى، طبعا اللي كسبني في البيتزا، بس إن شاء الله أكسبه في التحدي ده. كل واحد معاه 2 رطل عصير قصب. التحدي اللي يشرب قبل التاني، تمام؟ العقاب معلقة ملح، انتوا شايفينها ايه؟ ده ملح والله مش سكر، ها ده ملح. يلا تبدأ. ادعولي بس ان انا اكسبه، عشان انا حاسس ان انا اكسبه كده كده ان شاء الله. اي نعم هو خمام على فكرة، بس برضه هكسبه يعني بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا كان طبيعي ان انا كنت لازم ان انا اكسب يعني. هو كده بيهزر معاك، يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. والله دايما بتخسر، بس كل اللي انا عايز اقوله لك، بص لعودك وبص لعودي. ايوه يعني بص لكرشك وبص لكرشي. مش عارف اقول لك ايه والله العظيم، مفيش اي احساس ولا فيها اي دم. يلا حبيبي وريني كده معلقه الملح دي بعد اذنك، عشان الناس كلها تشوفها وانت بتطفحها، قصدي وانت بتاكلها. ماشي، يلا المعلقه دي داخله فين؟ يلا افتح. اكل انا. يلا هم المام يا روحي، يلا جايبه لك مام. كل واتغذى يا ضانا، يلا مع هم المام. ترارارارات ترارات ترارات. يلا يا حبيبي عشان لازم تقبل العقاب. لا ما هتقبل العقاب عشان مش قادر اكل. لا الناس مستنيه بجد والله ما بهزر، يعني ماليش دعوه. انت اللي اخترت ان الملح بسم الله بعض العصير، عشان ممكن اديك بظهري ايدي الزك في الحيطه اللي وراها. لازم تقبل العقاب، انت اللي اخترت بكده عشانك تتحداني، فاهم؟ حاجه رخمه كانت تمر. عامه انا نفسي عايز، بس قبل ما تاكل الملح عايزك تقول انا اسف قدام الناس كلها. انا اسف يا عم. ماشي اتفضل بقى، في تحديات تانية ان شاء الله اكسبك. يلا حبيبي الهنا والشفا. يلا يا عم. يلا حبيبي الف هنا حبيبي. سلام. لا عايزك تشفط المعلقه. لا انا لا اشفط دايما كده، عايزك تستلذ كده بطعمها. ماشي، ما حدش ناول اي ميه خالص يا جماعه لو سمحتم. ماشي، طعمه حلو الملح، احساس جميل. انا بس بعد اذنك اضطر ان انا طبعا اكمل بقى العصير بتاعك، عشان اعرفك ان انت انسان فاشل. ماشي، انا شايف في ناس من الجماهير واقفين محتاجين شويه عصير، اسيبهم لك يا سيف؟ والله لا اسيبهم، رغم ان انا والله العظيم عندي استعداد ان انا اكملهم، فاهم؟ بس طبعا عشان خاطر ان انا يعني ما ممكن يجي لي مغص بسببك ولا حاجه والله، بس خلاص مش هتفر يعني. يا راجل رايك، بس الامانه ايه احساسك في الملح دلوقتي بعد عصير القصب؟ احساس لذيذ صح؟ مفيش ميه، خلي بالك عايزك تستلذ بالعقاب. بلاط يا عم يا خبر اسود. ماشي، صحة وعافية حبيبي، صحة وعافية، صحة وعافية. يلا يا ابني عشان الناس زهقت مننا، كفاية كده. أشوفكم المرة اللي جاية بإذن الله في تحدي